أعزائي المشاهدين، أهلا بكم مرة تانية مع سامح، مدرب لياقة بدنية وخبير تغذية. بشكر كل اللي دعموني في الفيديو اللي فات بخصوص فيديو السكر. أنا صراحة اتفاجأت بكمية الفيوز اللي جات لي، بشكركم جدا، وده يخليني إن أنا أكون جاهز إن أنا أعمل لكم فيديوهات تانية طالما شايفين الموضوع شيق. بشكركم كمان مرة. قبل ما ابدا الموضوع اللي عايز اتكلم عليه النهارده، هو موضوع شيق قوي، بس كنت عايز اغطي على شويه حاجات بالنسبه للفيديو اللي فات، فيديو سكر. كان جات لي اسئله بتقول لي طب ايه بديل السكر لو احنا عايزين نوقف السكر ونستعمل بديل للتحليه، مثلا زي لو حبينا نشرب كوبايه شاي او كوبايه قهوه. في 3 بدائل طبيعيين. البديل الاول اسمه ستيفيا. ستيفيا ده نبات بيتزرع في نيو مكسيكو. ميزته ان هو خالي من السعرات الحراريه، بس في نفس الوقت خالي برضو من الفيتامينات والمعادن والانزيمات والالياف. بس بما انه خالي من السعرات الحراريه، زيرو كالوري، الاطباء بيرجحوه بيرشحوه لمرضى السكر لانه ملوش تاثير على الانسولين، وبالتالي بناء على كده ملوش تاثير على زياده الوزن والسمنه. البديل الثاني الميبل سيرب. الميبل سيرب دي شجره بتتزرع في كندا. شجره الميبل هي الورقه بتاعتها، هي العلامه المحطوطه على العلم الكندي، هي دي ورقة الميبل. شجرة الميبل في خلال فصل الشتاء الساق بتاعها بيمتص كل النشا اللي موجود في الجذور، وبفعل انزيم معين جوه الشجرة بيتحول النشا ده لسكر. بيجي في اخر فصل الشتاء الفلاحين بيدقوا زي مزراب او يعني خازوق كده وفي فتحة، بينقط الشربات ده من الشجرة في جرادل، وهم يلموه بعد كده ويعملوه باستيرايزيشن ويبيعوه. كل 100 جرام ميبل سيرب فيه 260 سعر حراري و68 جرام سكر، فيعتبر نسبيا منخفض القوة في تأثيره على الأنسولين. فمعظم النباتيين بيستعملوه، معظم الرياضيين، معظم الناس اللي هي ما عندهاش مشكلة مع زيادة الوزن أو مرض السكر. وبالاضافه لكده كمان هو فيه فيتامينات وفيه معادن، وليه فليفر لذيذه قوي انا شخصيا بحبها، هي ريحه الشجر، فتحس كده ان هو ايه، ليه شخصيه، ليه كاركتر زي ما بيقولوا. البديل الثالث الياكون. الياكون هو نبات بيتزرع في بيرو، هو عباره عن درن زي البطاطس. ده انا شايف ان هو اعلى قيمه غذائيه فيهم في الثلاث بدائل، لان هو بيحتوي على الياف ومعادن وفيتامينات وانزيمات بجانب السكر. بس الميزه العاليه بتاعته ان هو منخفض السعرات الحراريه، يعني كل 100 جرام في 54 سعر حراري و10 جرام سكر. فطبعا يعني عنده ميزتين، الميزه الاولانيه ان هو منخفض السعرات الحراريه، الميزه الثانيه ان هو متكامل ألياف معادن فيتامينات وإنزيمات بالإضافة للسكر. كان جالي سؤال تاني برضو، إيه رأيي في عسل النحل؟ أنا مش هقول لكم رأيي، أنا هقول لكم رأي العلم وأنتوا بعد كده قرروا. عسل النحل مش بعيد قوي عن السكر الأبيض. إزاي؟ كل 100 جرام عسل بيحتوي على 304 سعر حراري زائد 82 جرام سكر. لو قارناه بالسكر الابيض، كل 100 جرام سكر في 100 جرام سكر، فهنا 100 جرام قصاده بالنسبه للعسل 82 جرام سكر. السعرات الحراريه في السكر الابيض كل 100 جرام في 387 سعر، بالنسبه للعسل الابيض في 304، فاحنا بنتكلم في التلتميات، او في لو احنا بالجرامات 100 جرام زائد 2 قصاد 82 فهم قريبين من بعض قوي. بس الميزه بتاعت العسل اللي بيميزه عن السكر ان هو غني بالكالسيوم، يعني في فيتامينات وفي معادن. عشان كده دايما الناس عندها اعتقاد ان السكر احسن، اسف، العسل احسن من السكر لان هو في قيمه غذائيه. هو فعلا في قيمه غذائيه، بس في نفس الوقت المحتوى الحراري بتاعه عالي، فلو واحد عنده مشاكل في السكر، في واحد عنده مشاكل في السمنه عايز ينقص وزنه، طبعا ده لا يرجح. انا ما بقولكش اختار اي واحد فيهم في ال4 بدائل، اذا كان العسل او ستيفيا او ميبل سيرب او الياكون، انا بقول لك بس التفسير العلمي بتاع كل واحد فيهم، وانت هتختار بناء على وضعك الصحي، حالتك الصحيه ايه. لو واحد شايف ان هو عنده مشاكل صحيه مع السكر والضغط
وعنده مشاكل في القلب، يفضل ان انت تروح مع الستيفيا، لان هو زي ما قلنا في النهايه هو زيرو كالوري فهو امن. اما لو انت شايف ان انت مثلا رياضي او حالتك الصحيه كويسه، ممكن تستعمل البدائل الثانيه. موضوع النهارده لذيذ قوي، عايز اتكلم على حاجه اسمها البي اتش. البي اتش ده اختصار لكلمه باور اوف هيدروجين. العلماء القائمين على البحث العلمي في التغذيه والصحه العامه اكتشفوا ان دم جسم الانسان مائل للقلويه. واو واو، استنى سامح، ايه يا عم، ايه قلويه ومش قلويه؟ انت هتكلمنا كلام كده دخلت شمال مره واحده، يعني ايه قلوي؟ اوكي بصوا يا جماعه، نرجع ورا شويه. فاكرين ايام المدرسه، ايام حصه الكيمياء، لما كانوا بيعلمونا لو احنا ادمجنا عنصرين مع بعض بيدونا منتج ثالث؟ على سبيل المثال، ذره كربون مع ذرتين اكسجين بيدونا ثاني اكسيد الكربون، ذرتين هيدروجين مع ذره اكسجين بيدونا الميه. نفس الحكايه بالنسبه للاكل. الاكل هو عباره عن مواد عضويه، والانزيمات اللي في جسمنا هي مواد كيميائيه، لما بنعمله اتحاد مع بعض بيحصل منتج ثالث. المنتج النهائي ده هو حاجه من الاثنين، يا اما حمضي يا اما قلوي. فالقائمين على البحث العلمي في الغذاء والصحه العامه اكتشفوا ان دم الانسان بيميل الى القلويه. فهم قالوا طب ازاي احنا نحدد اذا كان صحه البني ادم اللي قصادنا ده كويسه ولا لا؟ فلازم نعمل وحده قياس لمستوى القلوي والحمضي في دم الشخص ده. وافترضوا وحده قياس معينه كده سموها البي اتش ليفل، وبتبتدي من 0 لرقم 14. من 0 ل 14 ده رقم افتراضي، بس هم عشان يقدروا يحددوا حالتك الصحيه انت فين بالظبط. وقالوا ان الانسان اللي دمه لما نيجي نشوف نسبه القلوي للحمضي بيبقى تقريبا في النص، نص ال 14 7 تقريبا في النص، هم عايزينه يبقى مائل اكتر للقلويه، يعني هيبقى 7.4 او 7.5. الانسان اللي دمه كده فيه قلويه بتغلب على الحمضيه يبقى ده صحته كويسه. طب هنفترض انه الحمضيه زادت في جسمنا اكتر من القلويه، هل في مشاكل صحيه ممكن نقابلها؟ بالطبع ايوه، الاجابه نعم. ايه المشاكل اللي احنا ممكن نقابلها لو الحمضيه زادت اكتر من القلويه في جسمنا؟ اول حاجه في المظهر الخارجي، الشعر. الشعر بيحصل له ان هو بيتقصف وبيسقط بغزاره. تيجي تلاقي كده في نهايه الشعرايه تلاقيها معموله سبليت كده، مقسومه نصين، وبهش. الحاجه الثانيه الضوافر. الضوافر بتبقى مكسره وضعيفه وشكلها بهتان. الشيء الثالث البشره. البشره ما بتبقاش منوره وما بتبقاش فيها نضاره وحيويه وما بتبقاش فيها دمويه. ده بالنسبه للمظهر الخارجي. داخليا بقى جوه الجسم انت بيحصل بقى ان انت بتبقى عندك وهن وكسل ودايما حاسس ان انت عايز تنام ومش قادر تتحرك ومش قادر تمارس الانشطه اللي انت المفروض عايز تمارسها خلال اليوم. المشاكل دي ده بالنسبه للاحساس. المشاكل الصحيه بقى اللي بتقابل البني ادمين اللي هم نسبه الحمضيه بتزيد في جسمهم، مشاكل صحيه خطيره قوي زي حصاوي الكلى، زي التهاب المفاصل، هشاشه العظام، النقرس. لو اتكلمنا عن الانواع دي من الامراض، دي بتسبب الم شديد قوي للبني ادم، وعلاجها الوحيد ان انت تاخد مضادات التهابات ومسكنات. طب ايه اللي بيحصل؟ ايه السبب، التفسير العلمي وراء تكوين الحصوات او التهاب المفاصل او هشاشه العظام؟ اللي بيحصل ان انت عندك، ربنا خلقنا بنظام ميكانيكي دفاعي، يعني انت بتاكل وجبات غير متزنه، غير موزونه في القيمه الغذائيه بتاعتها، فجسمك بيحصل له ان انت حمضيته بتزيد في الدم، فجسمك مش هيستنى لما انت تعيا، فبيحصل ان انت النظام الميكانيكي الدفاعي ده بياخد اكشن، بيعمل ايه عشان يعادل القلوي مع الحمضي؟ فبيسحب كالسيوم من العظم. طبعا زي ما احنا عارفين انه احنا عندنا مخزون عالي جدا من الكالسيوم في العظام، هيكل العظم كله هو عباره عن مخزن كبير للكالسيوم. فجسمك على طول ما بيستناش ان انت تتعب، فبيعمل لك اجراء وقائي في ان هو بيسحب الكالسيوم من العظم وبيعمل عمليه تعادل مع الحمضي، واول ما دور الكالسيوم بينتهي الجسم بيرجع يعمل عمليه طرد الكالسيوم تاني عن طريق الكلى في البول.
بس بما ان الكالسيوم هو مادة صلبة محتاجين ان احنا نسيحه، ان احنا ندوبه. فايه اللي بيعمل عملية التدويب دي؟ انزيم في جسمنا اسمه يوريكاز. فساعتك بتاكل غلط، جسمك بيعمل لك اجراء وقائي، نظام الدفاع الميكانيكي يسحب الكالسيوم، يعمل عملية التعادل ما بين الحمضي والقلوي، وبعدين يعمل عملية طرد للكالسيوم الزيادة من الجسم، وهكذا. النظام الميكانيكي الدفاعي ده شغال 24 ساعة. حضرتك تاكل غلط، هو يحميك وانت طبعا مش دريان ان هو شغال 24 ساعة، فانت مع مر الوقت بتهلكه، بتستنفذ كل المخزون اللي ربنا مديهولك عشان يعيش معاك مدة حياتك. فاللي بيحصل انه مع مر الوقت انزيم اليوريكاز ده انتاجه في الجسم بيقل، لان انت استهلكته ازيد من المفروض هو مجهز ليه. فبيحصل ايه؟ فبيحصل ان الكالسيوم بما انه ما بيدوبش بصورة كاملة، بيحصل ان حاجة اسمها كالسيوم كريستاليزيشن، يعني بالورد الكالسيوم في حصوات. فالحصوات دي هي اللي بقى اللي بتترسب بقى في الكلى وفي الحالب وفي المثانة، ومع بعض الناس بتترسب حوالين المفاصل، بيحصل بقى التهاب في المفاصل. انا بقابل ناس زي رجال وستات كبار مثلا، تلاقي ايه منظر الكهف مشوه، تلاقي فيه عنده في عقل الصوابع هنا في المفاصل تلاقي زي كور، وشكل الصباع نفسه معوج ومشوه. دي التهابات المفاصل اللي ناتجه عن ترهل الكالسيوم في المناطق دي. الابشع من كده كمان النقرس. النقرس بيحصل ازاي؟ ان هو برضه بيحصل ترسيب، وبيحصل في منطقه صعبه جدا، بيحصل في المفصل بتاع الصباع الكبير في قدم الرجل، ويبتدي يورم والحصاوي دي تزيد ويبقى الم شنيع. في حاجه كمان ممكن تحصل في الكتف، في ناس كتير قوي بتشتكي ان عندها الم في الكتف ومش قادر يحرك دراعه. الالم ده بيسموه برضو لو كان ترسيب كالسيوم بيسموه كالسيفيكيشن تندونايتس. اللي حاصل كالسيفيكيشن جاي من كالسيوم، تندونايتس جايه من تندون. تندون اللي هو الرابط. اللي حاصل ان احنا عندنا في كتفنا هنا متقسم لثلاث رؤوس، فص امامي جانبي خلفي، وجوه عضله الكتف دي في عضله تانية صغيره اسمها روتيتور كاف، دي اللي مغلفه المفصل، وفي تحتيها على طول الرباط اللي بيربط ما بين العضله وما بين المفصل. الرباط ده هو التندون. فاللي بيحصل ايه؟ ان انت لما بيحصل عندك ترسيب في الكالسيوم في المنطقه دي بتتكون حاجه زي عظمه كده، فبتعمل الم شديد جدا، فانت مش قادر تحرك كتفك، وفي نفس الوقت ولا قادر تنام ولا قادر تمارس حياتك الطبيعيه من الالم. فكل اللي انت بتعمله ان انت بتاخد مسكنات او مضادات التهابات. طب ليه احنا ما نعملش اجراء وقائي قبل ما نوصل للمرحله بتاعت المرض، بان احنا نعرف ايه الاكل اللي احنا المفروض ناكله ونعمله توازن؟ العمليات منتهى البساطه. الاكل متقسم نوعين من ناحيه المنتج النهائي بتاعه. كل الخضروات والفواكه المنتج النهائي بتاعها قلوي. تاني، كل الخضار والفاكهه المنتج النهائي بتاعها قلوي، بما فيهم حتى الليمون، عشان انا عارف ان الموضوع حمضي ممكن يعمل شويه اضطراب مع الناس، وتفتكر ان كلمة حمضي يعني طعمه حمضي. لا، زي ما احنا اتفقنا في البداية انه اضافة عنصر على عنصر بيدينا منتج ثالث، فاحنا مش بنتكلم عن عنصر فريد لوحده. فاحنا لو اتكلمنا عن الليمون كثمرة كفاكهة، هي حمضية زيها زي اللارنج والبرتقال والجريب فروت، لكن لما بتخش جوه جسمك بتتحد مع الانزيمات بتاعت جسمك وبتتكسر وبتتهضم وبتمتص، الناتج النهائي بتاعها قلوي. فيبقى كل الفاكهه والخضار قلوي، وكل انواع الاكل التانيه زي بقى منتجات اللحوم زي اللحمه والفراخ والسمك والبيض، منتجات الالبان، كل البقول والنشويات زي الحبوب، كلها المنتج النهائي بتاعها حمضي. فمعنى كده ايه؟ ان احنا لازم طبعا ما ننساش ان احنا لازم ناكل الاثنين، احنا محتاجين الاثنين الحمضي والقلوي، لكن لازم يكون القلوي غالب على الحمضي. فالمفروض
ببساطة شديدة قوي، احنا هنجيب الطبق بتاعنا هنقسمه بالنص وربعين، نص الطبق لازم يكون خضار وسلطات وكل زي ما انت عايز، لانه نسبة السعرات الحرارية اللي موجودة في الخضار والسلطات واطية جدا، يعني غير انت لما تاكلها انت مش هتسمن خالص، بس هتدي لجسمك الحاجات النيوترينس الفيتامينات والمعادن والالياف والانزيمات اللي هو محتاجها، عشان بعد كده يقدر يشتغل ويشغل النظام الدفاع الميكانيكي اللي احنا اتكلمنا عليه. النص التاني هنقسمه ربعين، ربع نشويات من الحبوب والربع التاني بروتين من الحيوان. فيبقى انت عندك ايه، ظبطت الطبق بتاعك والبالانس بتاعك مظبوط. اثناء النهار بقى انت المطلوب منك ان انت تاكل على القليله، على القليله 5 مرات فاكهه، على القليله. هو العلماء بيقولوا ايه، بيقولوا 9، بس انا عارف ان 9 صعب، انا شخصيا حاولت اكل 9 ما قدرتش. لكن انت لما تاكل 3 وجبات بتاعتك وانت عامل حسابك ان انت نص الطبق هيبقى فيه خضار وسلطات زائد الفاكهه اللي انت هتاكلها اثناء النهار، وانا بقول لك على القليله 5 مرات، 5 فاكهات في اليوم، يعني مثلا موز، برتقال، تفاح، مثلا لو قلنا مثلا في عندك كمان الخوخ والنكتارين، كل الحاجات دي سعراتها الحراريه واطيه، بيسموها ميديم جلايسيميك اندكس، وفي نفس الوقت انت هتستفيد من كل بقى الايه القيمه الغذائيه اللي فيها. في كمان حاجه بقى برضو عايز اقولها، انه سهل قوي انه البني ادم يبقى عارف نسبه الحمضيه، لان ممكن واحد يسالني يقول لي طب انا اعرف منين نسبه الحمضيه والقلويه في جسمي قبل ما اخد الاكشن ده، اذا كنت انا هظبط اكلي ولا ما اظبطش اكلي. العمليه بمنتهى البساطه، انت هتروح الصيدليه، هي هنا في كندا بتتباع على الرف، انت هتروح الصيدليه بتسال الصيدلي، بتقول له انا عايز شريط عشان اقيس بيه الحمضيه والقلويه اللي في جسمي. معرفش في مصر اسمه ايه، بس هنا بيسموه بي اتش ليفل ستريت، شريط ومعاه جايد. انت بتخش التواليت تعمل بيبي في برطمان مثلا، وبعدين بتحط الشريطه، وبعد كده بتستنى 20 ثانيه وبتقارنها، لونها بيتغير، وبعد كده بتقارنها بالجايد اللي انت جاي لك مع الشريط، وكل لون بيبقى ليه نمره، زي ما قلنا فاكرين في اول الحديث انا قلت ايه، قلت ان العلماء حبوا يعملوا مقياس للبي اتش ليفل، فقالوا احنا هنعمله من 0 ل 14. فالبني ادم اللي صحته كويسه لازم يكون تقريبا في النص وازيد شويه مائل للقلويه، يعني هيكون 7.4. فانت لما بتعمل الشريط ده جوه البول عشان تشوف بعد ما لونه اتغير، وبتقارنه بالجايد، الجايد مكتوب عليه كل الارقام المؤشرات لحالتك، فانت هتقارن الشريط بالجايد وتشوف انت فين بالظبط. لو لقيت ان انت اقل من 7 يبقى انت عندك نسبه الحمضيه عاليه، فهتعمل ايه؟ الاكشن اللي انت هتعمله ان انت تزود نسبه الاكل اللي بيؤدي الى القلويه بجسمك، اللي هو الخضار والفاكهه. مفيش احلى من الفاكهه، سكريات، حاجه طعمها جميله وطبيعيه. كان في كنت وقعت على كتاب كده، انا حسيت ان هو وقعت على كنز، دكتور اسمه بيتر جليدن، ده في امريكا ناتروباتيك دكتور، بيقول انه معظم الناس اللي بتمرض بالكانسر او بداء السمنه، عشان هو عنده سنتر صحي بيعالج فيه امراض الكانسر، وبيقول ان انا شفيت ناس كتير جدا من غير كيموثيرابي ومن غير اشعاع، بيقول انه وطبعا اللي عندهم داء السمنه برضه بيروحوا له، لان هو متخصص في النوعين دول بالتحديد، والكتاب بتاعه بيتكلم عليه، واللي بيحب يقرا الكتاب نازل PDF ببلاش، ممكن تعمله داونلود على اللابتوب بتاعك، وبعدين تجيب كده كوبايه شاي اخضر كده وفي ساعه تجلي تقعد تقرا. انا بعمل كده. لذيذ قوي الكتاب، اسمه Emperor has no clothes، الامبراطور، معرفش الترجمه الحرفيه ايه، بس الامبراطور الذي ليس له ملابس او عاري، Emperor has no clothes. اللي حصل بيحكي بيقول ايه، بيقول انه معظم الناس او الميديكال دكتورز بيقولوا ايه، لما واحد بيروح لهم بيقول لهم بيقولوا له انا اتصبت ليه بالكانسر، ايه السبب؟ فبيقولوا ده عيب في الجينات.
فهو بيقول انه دي المقولة اللي بتبقى كل الناس علشان مش لاقيين سبب علمي ليه البني ادم بيصاب بالكانسر. فهو بيقول السبب سواء للكانسر او لاي مرض تاني هو اساسه ان انت ما بتتناولش الكمية القيمة الغذائية اللي جسمك محتاجها بصفة مستديمة. فبيحصل ايه؟ بيحصل انه انتوا عارفين الصفات الوراثية، هو بيشرح بيقول كده يعني الصفات الوراثية هي عبارة عن مجموعة كروموزومات على شريط الدي ان ايه. شريط الدي ان ايه هو حامل للصفات الوراثية، والصفات الوراثية احنا اخدناها من الاب والام. فانت بتجيلك صفة وراثية من الاب ومن الام وبيتحدوا مع بعض فبيعملوا الكروموزوم. فاللي حاصل انه الرابط ما بين الصفتين الكروموزوم اللي هو النصين دول بتوع الكروموزوم، الرابط بينهم بيسموه ميتال فينجرز، الاصابع المعدنيه. وواضح من اسم المعدني طبعا ان هو محتاج معادن. فانت اساسا في جسمك شيء انت محتاج انك تغذيه تدعمه عشان يفضل متماسك. فاللي بيحصل ايه؟ انه كل جين في الجسم مسؤول عن حاجه معينه. فانت لما بتتناول الاكل بصوره مش موزونه وما بتديش لجسمك الغذاء المطلوب اللي هو محتاجه عشان يقدر يكمل رحله الحياه، الميتال فينجرز دول بيحصل فيهم ايه؟ بيبتدوا ينفصلوا لانه بيضعفوا، انت مش ما بتدعموش باللي هو محتاجه، فبتبتدوا يضعفوا 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 مع مر السنين وبعدين ينفصلوا. اللي بيحصل ان الجين في الحاله دي ما بيقومش بالوظيفه بتاعته، فبيحصل لك العطل. واحد يصحى الصبح بقى يلاقي نفسه ايه؟ عنده مشكله في القلب، مشكله في السكر، مشكله في المفاصل، الزهايمر، باركنسونيزم، في مشاكل عده بتختلف من شخص للتاني على حسب الخريطه بتاعه الدي ان ايه بتاعتك. فهو بيقول انه مفيش حاجه اسمها عيب جيني، والا لو كنا رجعنا لنظريه داروين لما كان بيقول انه الجينات الضعيفه بتثر وبتموت، فمعنى كده ان كل الناس اللي ماتت او اتصابت بالكانسر المفروض مع مر الوقت تقل لان الجين ده بيندثر. وده ما حصلش، عدد الناس اللي بتصاب بالكانسر وبامراض السمنه وامراض تانيه عمال يتضاعف ويزيد، بس ده بسبب سوء التغذيه وعدم توازن الوجبه بتاعتنا. في النهايه انا خلصت الكلام عن البي اتش اللي هو الحمضيه والقلويه في دمنا، بس عايز اقول لكم على حاجه انا شخصيا مقتنع بيها قوي، ان احنا ممكن نحتذي بالشمبانزي. الشمبانزي لما في البحث العلمي لقوا ان هو تركيب الدي ان ايه بتاعه بيفرق عن الدي ان ايه بتاع الانسان ب 1.5 1% فرق بين الدي ان ايه بتاع الشمبانزي والفرق بتاع وبينه وبين الدي ان ايه بتاع الانسان. ف ايه حياه الشمبانزي؟ لما عملت ريسيرش على حياه الشمبانزي وشفت الدايت بتاعه لقيته 80% من الدايت بتاع الشمبانزي فاكهه وخضار، 80% فاكهه وخضار، وال 20% اللي فاضلين بيتغذى بقى على شويه حشرات، شويه حيوانات صغيره زي الفئران الارانب، ممكن يصطاد مثلا مانكي صغير. هم بياكلوا لحوم برضه الشمبانزي. انا اتفاجئت طبعا لما عرفت المعلومه دي، بس انا شفت فيديو ازاي الشمبانزي بيعملوا جروب مع بعض وبيصطادوا الحيوانات الصغيرة وبعدين ياكلوها ويعزموا على بعض، زي ما احنا بنعمل بالظبط لما نيجي ناكل لحمة، ما احنا برضه بناكل البقرة والخروف والمعزة وهكذا. بس اللي حاصل 80% من الدايت بتاع الشمبانزي هو فروتس اند فيجيتابلز، وعشان كده صحته كويسة. انتوا عمركم سمعتوا عن شمبانزي عنده ارتفاع في ضغط الدم او عنده مشاكل في القلب او عنده سكر او التهاب مفاصل، او في شمبانزي ماسك عصاية وماشي يعكز عليها؟ اللي بيحصل كده بس للبني ادم. فاحنا لو خدنا الحيوانات كمثل اعلى لينا في نمط الحياه، حياتنا هتتحسن. وكمان يعني اللي انا بحز في نفسي قوي ان احنا بنورث الاخطاء اللي اهالينا ادوها لنا بدون علم وبدون قصد لاولادنا. مهم قوي ان احنا نعرف الصح وندي لاولادنا الصح علشان برضو هم يكملوا حياتهم بصحه كويسه. انا خلصت الفيديو واتمنى انه يعجبكم، ولو في حد عنده سؤال يا ريت يبعت لي وانا تحت امركم. ميرسي.